ما شوفي لك شبك ونحكو. كريم كريم كريم، شو عم يعمل بغرفتي؟ عمل لك شي؟ كريم يا الله، الحقي الحقي ست مريم، شكله عامل لنا شي كريم لفاطمة. فاطمة حبيبتي حبيبتي شبكي فاطمة، مشان الله احكي لي شو صار. كريم شربان كثير وكان سكران، بس كثير بالحكي معي صار يتفشش فيني، تغير كثير متغير من ساعة ما قرا رسالة أمه. طب إذا هو زعلان من أمه وأبوه بيقوم يتفشش فيني أنا، شو ذنبي أنا؟ شو ذنبي؟ ليش هيك عم يعمل معي؟ شو ذنبي؟ حبيبتي حاجة تبكي، قومي غسلي يلا يا عمري. هو مصدوم من أمه وطلع كله براسي أنا. هدي شوي يلا خدي نفس حبيبتي. أهلي لساتك وتحبي لمصطفى، هو شو مفكرني؟ كيف بتهمني بدون ما يعرف الحقيقة؟ لا وكان عم بيقول لي اعترفي وما رضى يفهمني ولا يسمعني حتى. لا تبكي يا عمري. قال لي مانك حسنانة تنسيه لأنه حبك له كتير كبير، شو عرفه؟ ما أنا قابلت لمصطفى مشانه. حسيت اللي واقف قدامي حدا تاني مو كريم، ليش عم بيعاملني هيك؟ يا الله ليش هيك عم يعمل معي؟ أنا كان بس بدي ساعده وقف جنبه لخفف عنه، ليش هيك عم يعمل معي؟ مانو واعية، بتعرفي هو ما بيسترجي زعلك، بس يصحى رح يندم على الحكي اللي قاله. حاطط نقره من نقر مصطفى، قال وضعنا أنا وياه مثل علاقة أمه بأبوه.